سؤال رقم واحد من التمارين يقول لك تحقق طبعا تمارين 2 إلى 4 بطيني ساين باي على 6 في كوساين باي على 3 زائدا كوساين باي على 6 في ساين باي على 3 كون يساوي لنا ساين نكمل هنا كون أثبته يساوي لنا ساين الباي على 4 هذا كله يكون يساوي هذا شلون راح أثبته طلاب بالبداية لازم تعرفون أنا أعطيتكم ذنيشة حتى تحفظونهن اللي هي هاي الورقة تمام فنجيهن وحدة وحدة بالتدرج هسانا أعلمكم شلون راح في دنة نكتب يساوي ساين الباي على 6 الباي على 6 اللي هي زاوية 30 شنو ساينها نص مو صح لو لا اجيب النص في كوساين الباي على 3 وين الباي على 3 هاي الباي على 3 تمام اروح على الكوساين مالها اللي هو نص تمام اللي هو نص كوساين الباي على 3 اللي هو نص زائداً